رفضت عائله جواد التدخل القطري في الشؤون الداخليه لمملكه البحرين واصرار النظام في قطر على الاساءه للمجتمع البحريني والمساس بمكوناته من خلال نشر الادعاءات والاكاذيب بشكل مستمر عبر قنواتها الاعلاميه الفاشله وقالت, القائلة وقالت العائله ان الشعب سيظل مدينا بالولاء والحب والتقدير لحضره صاحب الجلاله عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه